برلمانيا أيضا انتهت لجنة تحقيق في تجاوزات مكتب لندن للاستثمار من تقريرها الخاص بهذا الملف، واحتوى التقرير على جملة من التوصيات، أبرزها توصية بإحالة العضو المنتدب للهيئة العامة للاستثمار ومدير مكتب استثمارات لندن إلى النيابة العامة. خرجنا طبعا بتقرير نهائي تم التوقيع عليه ويتضمن الكثير من التوصيات. أبرز هذه التوصيات هي إحالة العضو المنتدب للهيئة العامة للاستثمار السيد بدر السعد ومدير المكتب الاستثمار في لندن السيد أسامة الأيوب إلى النيابة العامة. طبعا نكون في هذا الاتجاه، أبرأنا ذمتنا أمام الله عز وجل كأعضاء لهذه اللجنة، أمام أيضا المجلس الموقر وأمام الشعب الكويتي بإحالة من نرى أنهم مشاركين في هدر المال العام والعبث بالمال العام إلى النيابة العامة.